نعم، والله يا حبيبي احنا في عام 2023، يعني ما حد له دخل في مراته، اروح وين ما ابي وانت تروح وين ما تبي، اوكي؟ اسمعي عاد. نعم. اسمعي عاد. نعم. انا يوم خذيتس من بيت اهلس فانت في ذمتي انا. يوم واضح ولا لا؟ اي يوم خذيتس من بيت اهلس كنت فقرانه ومخيسه، ما حد كان يبيس. وخذيتس وسنعتس ونظفتس، والحين تقولين صديقاتي؟ من متى عندي صديقات؟ ما كان عندي رجال في البيت. الحين اقتنيت ولا ما اقتنيت؟ يعني ماني بحاجتك. واذا تبغى تروح الباب يوسع جمل. انا انسانه اقتنيت، ماني بحاجه اي احد، وابغاك بهاللحظه تقولي روحي بيت اهلك، لاني ما عاد ابيك. الله يلعن الجوالات. حسبي الله ونعم الوكيل في ذا التيك توك اللي غير تفكيركم وغير الاشياء اللي انتم تفكرون فيها. حسبي الله ونعم الوكيل. صار الواحد يدخل البرنامج يدور شيء يستانس فيه، صاروا العالم يتغيرون تفكيريا، وانت اللي تغيرت تفكيريا وصرت تكلميني وانت رابعه خشمس. اقول لك شيء، انا ما عندي بنت تدجج الشوارع، صديقات ما صديقات، من بيتي الى بيت اهلس الى القبر. تبين ولا بكيفس ولا شو اللي قشف وعلى بيت اهلس؟ انت متاكد من الكلام اللي تقوله؟ نعم. اوكي يا سعود، ارفع عليك. شيل بس سعود طالق بالثلاث. اطلع برا. برافو. حلو حلو والله والله، بدون مجاملة اثنينكم 10 من 10. الله يسلمك. نعم، هذا قريب الله يا سعود في كفو يا ميام. كفو 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 كفو. عاد حطهم فورنا، ترى عندهم مسرح، عاد يجينا قال كذا في الدايري. تستاهل. كفو يا ميام. اندومي طاردتني كذا. يا الله والله كفو يا ميارو. ليش كفو يا سعود؟ شوف، كفو 30% تمثيل و70% لانك طرحت موضوع وايد مهم. شكرا. انا ابو المواضيع، انا دائما ابو المواضيع، بس تويتر ما يفهم ابن الذين. عاد اركد اسمه اركد. اوه كسر الدنيا. تويتر ما يفهم، قرات قران سبني، سويت زحف العنوان، كل شيء يا شيخ. وش اسوي؟ ما ادري. انا تراني والله كويس، ترى قلبي من جوا ابيض، بس ما حد فاهمني. معك ولاعه. لا والله اقول لك شيء، والله ما يعرف تصح يا مغزو حضرت بالضبط. ما يعرف تصح. اي والله يمين بالله، ترى ميار بيجي عندكم الشرقيه. قابلي ميار والله بيسني. انت وين بالشرقيه؟ اي بالدمام. دمام. احنا اخر الشهر هذا، يعني بعد تقريبا 22 يوم راح نكون عندنا مسرحيه بالشرقيه في ظهران. بالظهران. الله يحييكم. سالين سالين. ونلتقي هناك ان شاء الله. ها؟ اقعد اقول له نحضرها، هو فاهم شيء. احضري المسرحيه، اسمها اخر موديل. خلاص تمام ان شاء الله. وذكريني فيك ان شاء الله خير. بس ميار يا الفنان شهاب. طيب الشباب اللي هنا. هذا لا منو سعود؟ قايل انا من زمان الدمام. قايل له سعود؟ لا والله قايل له سعود من زمان. سعود قايل له من زمان.